بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأما الكناية فهي لفظ أريد به لازم معناه، فهي تخالف المجاز من جهة جواز إرادة المعنى الحقيقي مع إرادة اللازمه. كتاب كنان رسالة قابنا مختصر كاه وحوكا قهد لي مصنف كاه فنقا بيانك ورما يستران وعنقي سو شيقني بلاغادو أفر سدح فرني أي كاكو بنتهاي المعاني والبيان والبديع. كتاب كنان بيانك أيوكا هد لي بيانك أي سدح قيبها التشبيه والمجاز والكناية. وعن قصو بحني مجازك هي التشبيه لبدا قيوا صور ميني تشبيه يا نود بيهو قيبتي قدم بيه شرعا أغريني كناية أو قيبتي قدم بيسية كتابك قيبتي أما بيانك قيبتي قدم بيسية أيو هالك كشيغية كناية دا أو قيبتي وفضو وسهلا كناية محلية هذا أصل اللغة كناية وسربيب شيء الشيء كله كسر بيبيس وحبات شيء وحكلا عن وجود ده حاجة اصطلاحا واسدة مصنف كأو شيء جي مجاز كا ولما مجاز اللغة هي كناية واسوي الروية هل فرق بقى الحياة مجاز كوحها كلمة استعملت في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. كناية أنت ولو ذاكت إلا قيمة الضمب مويه وكناية وحوية كلمة استعملت في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة أنت سلو ذاكت قرينة مجاز ومانعة ولفظ كان معنيه لو دجي إن لو جيدين أيو تسين أيو إن لو جيدو من أي قرينة منعني كناية قرينة إلى ذاي لكن قرينة ذا مانع معها معناها لو جيدو أي يدال كتايو يتسين لكن معنيه أصل كها إن لو جيدو مديد يسو مثالا كسيو سيابي فهمتو مثال الذي عن سومريني زيد طويل النجاد زيد نكي زيدها طويل النجاد سددي سميد اي دير تايوي هذا نجاد لفظي لفظي النجاد معنيه لو دجي او سدده غرب كلا غشنايو معنى ان اهين ايا مانتا لو استعمال ايايو قول القامه لو استعماليا قفكا وا دير يا لو جيده وايهي وعلى هذا كده حيسا وحويه ده إنك سددي سايدار تي لازم أصلا وديري هاي ديك على جسافة لوك وجيدة هدو قامي هاي قرينا مش تطلع وقرينا ده مدح قوي أمان تروح على أماني قرينا لاسي مدي ده يسو إن هاد وجيدو إنك سد وديري هاي ومعنيه لو جيدة معنيه هاد ده لدوني يا وقفه وديري هاي adigoo ula jeedo hadana inaad ula jeedo ninka uu dheer yahay macdaalika hadana seef sida dheer ayuu wata oo dawilu nijaati macnaheedu asalka ahaaye seeftiisa sidadeeda way dheer tahay ah inaad u jeedo iyadoo macnihii asaa macnihii kinaayadana aad u jeedo ah qofku uu dheer yahay oo qariinadan madxiga ma diidayso qofkan markaad ku amaanayso uu dheer yahay إن لفظي معنيه سأصل كهاي حقيقة هاي سديدي سوي دارت هاي إن أدولة جيدة مديدي سو أنت زيك بدل هاي مرك أنت صورة بينه توضيح يؤكد بنا معناها اللوس واحد صورة بينه كاظم وارد سهل وعمل كناية هي كناية في اللغة حق اللغة مصدر كنايته كناية ومصدر كنايته مصدر كده ويه كنايته كناية ليرة يعني عينتي سيئة لانتي سيئة يوجيدة والرماير رميتو أوكلوي كنيتو وانصر بيبي عن كذا وحاسي أيان كسر بيبي بكذا وحاسان كسر بيبي إذا تركت مركا أذكرتك تو التصريح إن العديسو به شيء قال العديسو كنيتو وانصر بيبي عن كذا
شيء شيء هبل حق يسأله وحن كخسر بيبي بكذا وحا إذا تركت مركز كتك تؤت تصريح عضين به شيء هنا عضيسه. وأما في الإصلاح فهي كراية لفظ لفظ وهي لفظ أريد لولجه به لفظ لازم معناه معنيه سه وهي لازم أي لولجه ذا مع خرجت واحد حي القرينة الحقيقة حقيقة دي معنيه لود الجي لولجه ذا لازم لولجه مع جواز إرادة المعنى معناها ولجيدة دي صبناني دي إذا معي ذا أي لولجه ذا معنيه لازم كاها معنيه الحقيقية حقيقيها معه لازم كمعي مع ذلك اللازم كلفظ طول النجاة لا يطول النجاة لفظ عصو خلوية المراد لولجه به لفظ طول القامة تاقني دا دير أي لولجه ذا مع جواز إرادة حقيقتي حقيقة ديسا إذا إن لولجه ذا أي سورو بكرت من طول النجاة لولجه ذا أيضا نقضي خرج المجاز مجاز أياب حي إذ لا يصح إرادة المعنى الحقيقي للقرينة المانعة منه مجاز قدام قرينة مانعة شوكتايو يعني وحي سقمده ملزوم أيها العبري حقيقة إيوه وحن نجي إذا كنا أيها إيوه مجاز قال الله ملزوم أيها العبري شيء لازم لازم زيها لازم كان الوجه إذا ومر كان إرادة رأيت أسدا يرمي أسدا وحان عبري كي لقد دلني كي للازمي وحان نلجي إلى ملزوم كي يقيسني مضاه واللي باح وحان لازم أقيسني ما نلجي إذا سدى طول النجاة ملزومك أيان عبري أو سدى داري ديا وحي كدلني أما اللازم أي أو قفك داري دي ساء أيان الولجي إذا مركا اللازم وهي مركا لليه لازم كاسي واللازم عادية لازم عقلي أماها يعني إن مروا البقو كرش لازم ماها مروا حد عكرا لكن سيدا لن يقانوا أما عادة لو يقانا إنو كرشوها لكن واحد لازم واجب أي تاين وكان لازم أماها خرج المجاز إذ لا يصح أصح ما إرادة المعنى الحقيقي معنه ضبطها إن لو لجيدو للقرينة قرينة ذات هذا يسألوا أصحين قرينة المانعة الدين يسي منه معنيه حقيقة هذه ليس أو فهي كناية أي الكناية تخالف ويخلاف المجاز مجاز ويخلاف من جهة جواز إرادة المعنى معنى أولجيدة سبناني ذا الجهة ذا يكون خلاف معنيه الحقيقية حقيقها مع إرادة لازمه لازم كإيدو لونجيد كإرادة طول النجاة طول سدادة دائرين دائرة ولجيدة دائرة وهي مع إرادة طول القامة التاقلية دائرة دائرة ولجيدة دائرة معنا بخلاف المجاز وتوافقه توافق كراية ويوافقه مجاز يوافق من جهة أن الانتقال كقوريتان فيها كراية نحن لغا قورو من الملزوم كي للازم هي لغا قورو إلى اللازم لازم كي كدلان هي لغا قورو لا على لا على الإرادة دونتان بالفعل كثيرا يعني الى ملزومي كما في المجاز ده وانما قال بعي يعني قلت لي وتوافق ويوافق كنايتي هو مجاز ويوافق من جهه ان الانتقال غوريتان فيها كنايه انتقال كاس حال وكسغن يحيى من الملزومي ملزوم ان لغا غوروي الى اللازم لازم ان لو غورو كاس كوافق كما في المجاز مجاز وواسطه ملزوم أي لغا غوري لازم كان لو جيدا كما في المجاز وإنما قال وحير مع جواز إرادة هل كان حصوضة وحير وحيكون خلافي كناية مجاز كناية وحا بنان إذا لازم كان لو جيدا هذا ملزوم كان لفتي سئل لو لجيدا كرو ومركا عن لي هاي زيد طويل النجاة مركا عن لي هاي لازم كان جيدا يونيك وديريان قوضا مع أنا أي سورو بكرتين أن ألجيدو إن كان وادير يعني سدنا ووطاي وسدد يسنا وادير تاي لما تبين وجي ذا دع كرتو بنان وبنان تاي وبنان تاي وحن ولا جواز كان سورو بين وفصل وبنان تاي وحن ولا يعني بعد دع كرتا مراك قار حقيقة دي إن لجيدو إن أي سورو بكري ممنوع أي تاي كنا يلا هاي سورو بكري هني كسافة ملك ولي كسافة يقول من موسى يالني مركز الله طويل النجاة دي حقيقة دي سمجة دي كرتين
هذا لو جيدي كري ده وصل لهين هذول هان لها حقيقة إن لو جيدو ويبنانان لهين لكن ما أنت ما بسوروبي كرتو إن حقيقة إن لو جيدو أو وحياة بسوروبي كرين ده حقيقة يعني ماشي أولين بقى إنت هصورة بقى ينقوشيه بسي أدق معها وإنما قال وحير مع جواز إرادة يعني تخالف المجاز من جهة جواز إرادة المعنى الحقيقي صمهن مع إرادة لازمه لازم كيسا مع إرادة لازمه وإنما قال وحير مع جواز إرادة لازمه مع إرادة مع إرادة لازمه لأن المدارة مكان وريق وحوي على جواز الإرادة دونتان كائنو بنايهي إرادة دي المذكورة للشيغي لا على الإرادة دونتان بالفعل سي توس امر والبلوط دورا مي لو مجيلو إذ كثيرا ما إن بدن أي يتخلو كمرانتهي الكناية كناية وحي كمرانتهي عن إرادة المعنى الحقيقي معنى ضبطها لو نجيدو مر البدن أي كمرانتهي ما هي كمرانتهي للقبع قويد لقوينيو بصحة قولنا هذا الكلام نجا أسحدي سالجويني فلان طويل النجاة ومهزول الفصيل وإن لم يكن له النجاة ولا فصيل يعني واحد فلان طويل النجاة سددي سادر سددنا سيفت يقول إيه وحص يعيش عصمة نينك ولي جن سيف ميالني ولي يقول ميالني ده حقد مجدك وهي وصم بالهينة زيد فصيل واحد تري مهزول الفصيل قرب عيسى مثل لو إذا يوي يعني مهزول الفصيل كناية على الكرم واي تقصي لمدي سائي كناية كتاي مهزول الفصيل كواعنو غير ايه روها قيلة عرور تيسا يو علي هذا فصيل زيد مهزول الفصيل قرب عيسى مثل لو إذا يوي ويد وعطو هذا جدا دعانه إن بدن كل سيو عانهم وكل سينا مرتبو سيني مر هذو مرتب سيني نين كان ديقسي واي قربع ديسا وحي ويد لنقاط ديقسي لما ديسا عانه قربع ديسا يدو عانه كمان نوغان وعانه وحالة سيا مرتب صحيح مركا وحالقية با مركا هذا زيد مهزول الفصيل ولي قيبا هل قربع ولا رت ميالني نين كاني ولي قلب ميالني مع ذلك مهزول الفصيل وكوا صحيا هو واسعي ده معناها لازم كده جدا أو دقيق سينما ذا حقيقة أنا مسؤول بكرتمان إنت أسوأ للقطع قيد بساحة قولنا زيد فلان طويل النجاة ومهزول الفصيل وإن لم يكن يصب أهاني له إنك بيدو أصول هذه نجاة سيف ملا ولا فصيل قرب على ويلك ميالا وأعلم أحد وقاتا أن المطلوب كله طلب يلمر هذين أيابها كناية إما صفة من الصفات يعني كناية سيدة هذا بدن تلقي محيطها سد حرموت سد حواف الأمور هذه لا بو شيء مصنف صفة الأمور هذه أما موصوف الأمور هذه أما إثبات أي الأمور هذه موصوفه كتير مصنف كلا بدي خلو شيء صفة الأمور هذه أيو مرك أدريه زيد طويل النجاة يعني قيام إن كان وعدون إزاي ربحوها قيام صفة يسو تجني لا صفة يسو وحلو جدا ديرينا طول لو جدا ديرينا كصفة يسونك طول يدون إنسان صفة طويل نمضة يذكر هذين هيسا طول النجاة أولينك هنا كصفة يسا الدولي كو وعلي عكرتا إثبات إنا دوجيدو يعني إثبات بان أجيدة يا صفة كور هذين هي فرق يقول حياة وحوية هي مالك هذا إثبات كور هذين صفة لفت إذا تشيقي صفة واد شيقي صفة قفكي آد أصوغي لهادنا واد شيقي لكن إنا إسو سويهين مشيقي إنا إسو سويهين أياد كاكينا يوني وصفة قفكي إنا أصوغان تأساها كيني دوناي ياد كاكينا يوني مالك آد صفة آد كور هذينينا صفة لفت إذا شيقي ميسي صفة وحكينا يكا إياد شيقي صفة آد كفان ومثال مكان إراهضو زيد مهزول الفصيل قل بعيسى وقال له ويدي لأنه كان كرم إنا كرم كتل ما من دونه يتقسلم تقسلم ما دي شيء كرم ما نشي جود ما نشي لكن جود بان كنا يونا يا مركا مرنا صفة يا الأمور هذه مرنا إثبات يا الأمور هذه الله بدأ سو شيء يا أسبو مر واحد جرا موصوف كلفتي سالأمور هذه أيوه وعلى واحد وقتها أنا المضروبة كان الأمور هذه الأمور دونه
بها كان أيضا المدونة إما صفة إلوية صفة ومن صفات سفوين كمذا كالجودي داقسي لماذا يو الكربي وناقة يو البخل بخيال لماذا يو العلم علم يو الحلم الدوشة يو والجبن فلين لماذا يو شجاعة القيس لماذا يو طول يدين ركا يو القصار القابي يو نحو ذلك وحلم يدوي وهي مركز صفة لقره هذه نيو ضربان إلى بقية بوي قريبة المدلو يو بعيدة المدفو يعني صفة مركز لقره هذه نيو صفتها قريبة إلى إيتاي يبعيدة إلى إيتاي وياهي فإن كان هدي هي الانتقال بوريتان من الكناية إلى المطلوب بلا واسطة فقريبة يعني واحد غوري صفتها مركز لقره هذه نيو قريبة يبعيدة قريبة واحد غوري صفتها المركز شيكتو ما يلفظي المركز شيكتو إسلام مركز صفتها الدون يسود ككنايوني يا لفظاً أتشيجي وحواسطة ونحيسام له لفظاً ستوس أيو كوتو سنية صفة أتككنا يونيس مثال طويل النجاة مركان راضو طويل النجاة ما حكى لازم إياه طول القامة توس واي وأنا مقصود كأدو جدي واي هاي مرك أي بعيدة هاي صفة مقصودة ده يا لفظاً أتككنا يوني هايس يا وسائط بدن ونحيس مهزول الفصيل كهذا نسوي بريد مهزول الفصيل واحد لو جاء واحد ويان مهزول الفصيل واحد كل لازم يو أديق سينما هذا بديق سينما يه مهزول الفصيل بحاول الحياة قرب عن ويد وايم حول ويد وحشة عانه على اللسة عانه بدل على اللسة ما يرد عانه بقول سنوين إنه نو وايم حك هنا وعلى اللسة إلا اللسة بحك هنا ضد بدل عانه عبي ضد بدل عانه عبي بحك بدلنا يا مرتب بدلنا يجوكتي مرتين بدنا يجوك تبعك هذا الله يعني إنك هذا يقصي إنك هذا يقصي هذه اللوجي اللي معك الحياة أنت أسوأ صايد الله بريا بعيد اللي له لا ترى أنت أسوأ شيء له وهي صفة للرهادين يا ضربان إلا بقي وهي قريبة المدر وهي بعيدة فإن كان هدي ويا هي على انتقال بوريتار من الكراية اللي جبوا إلى المطلوب كيل دون يلو جبوا بلا واسطة هدي ويا فقريبة مي نحو زيد طويل النجاة تريد واحد رجيدا بقولك طويل النجاة آتر وحد نجد طول القامة تأمين ذلك فإن طول النجاة طول النجاة سدادة دائرد دائرة يستلزم وحي لازم سني طول القامة أي لازم سني والانتقال بوريتان من طول النجاة ليقبور إلى طول القامة ليقبور لا يتوقفك متاقنا على واسطته متاقنا وإن كان هديوية الانتقال بوريتان بواسطة واسطة متقول سوا فبعيدة وين وذلك أبعد يبعيدين ولم يكسي أسي غير سندون هذا وذلك النحو زيد مهزول الفصيل تن قريبا أها اللبا قيب سنتا بصنق موسى الشيء اللبا قيب سنتا واضحة وخفية واضحة مثل إسكا قراني طويل النجاة مركا إرادو نكا دائرنا هو إسكا عضاه مثل حاجرتها خفية وحقا قرصون ونو البوسى فهم كريم وحاتر زيد عريض القفا قدات كيسا بالله رب كناية عن بله ويدقون مدي سلك كناية مرقى طويله معه عريض القفا مرقى اللي يلي هذا إن دقون ما اللوجيد وحضا فكرة يبقى تاي تازي مرقى خفيفة اللي يلي هذا تكلنا واضح ومرقى قريبة تاي وإن كان هديه يا الانتقال بوريتان بواسطة واسطة متكون بيهان هديه فبعيدة وهي وذلك النحو زيد نكي زيد أهم مهزول الفصيل قرب عيسى مثل ويدي يوي كناية هذا لفظ يعني كناية ونحو كناية كي عن كرمه دقس المديس فإنه زال الفصيل مما شيء يكمده يستدل لو دليشني به هزالك وحلو دليشني على الكرم دقس المديس لو دليشني فالهزال هذا باب هزالك ملزوم وكيل اللازمي ووكيل قدلني والكرمنا اللازم كي قدلني يوي بحسب الاعتقاد بحسب الاعتقاد الأولي لازم أهدينا يكون نشو وقب حدو ويدي هاي طيق سينما إنه لازم كرارة ماها هو يدي سمي إنه بطاع نعكرت ماها والله قشري أما ماها إنه عارب لهين نواد نعكرت لكن سنة والاعتقاد كبن آدم كأي وحو يهي قرب حدو ويدي هاي هو يدي سمي قفكي لها إنه طيق سي هاي ساسو جيدا بحسب الاعتقاد لكن الانتقال البوريتان منه زال الفصيل قرب عودن مديس لقبوره إلى الكرم اللوبوره مما شيء يكمده يتوقف كتاغا على الواسطة واسطة كتاغا
فإنه هزالك ينتقل والقوري منه هزالك لقوري إلى جوعه قاجدي سلقوري محل محل قاجوده بعدم شربه عبتانك سلانتي الله بنا عانا وعبه ومنه عدم شرب أي لقوري إلى كثرة حلب أمه حلب أمه هو يدي سلسدة إذا بضيده إن بضنا هو يدي للصي ومنها لسد بضنده أي لقوري إلى كثرة الأكلة هو وحنه فربضنده ذا لقوري ضد بضنا وحنه واي أكلة فعلته ويجمع أكل واسم فاعل وشاع نحو كامل وكمل ومنها وحال يقولي لسيد بضيدي إلى كثرة الأكلة كوا وحونا يفر بضيدو ذا لقوري ومنها كوا وحونا يفر بضيدو ذا لقوري إلى كثرة الضيوف مرتب بضني ذا لقوري ومنها مرتب بضني أي لقوري إلى المطلوب كل دون أي لقوري وهو الكرموي يعني أو نحو زيد كثير الرماد أوكله زيد نكي زيدها كثير الرمادي دمسك يسميد بدنيه وي نكوا دمس بدنيه كنايه وي عن كرمه تغسل مديسا يمحوها يكنايه كيه فانه شان يا وحو يحي ينتقل والغوري من كثره الرماد دمس بدني ايا لغا غوري الى كثره احراق الحطب قريا شديدوده بدنيده تحت القدر دكسي هوستي لو شري ان بدنا دكسي لا شري دبل ما لا كريوا ومن كثرة الإحراق قويد بدنيدي أي لقوري إلى كثرة الطبخ وحكرين بدني أي لقوري ومن كثرة الطبخ كرين بدنيدي أي لقوري إلى كثرة الأكلة كوي وحوني بدنيدي أي لقوري ومنها أنت بدنيدي ذاتك وحوني فر بدنيدي أي لقوري إلى كثرة الضيوف أي لقوري ومنها كثرة الضيوف أي لقوري إلى المطلوب وحل دون أي لقوري وهو الكرموي وما يكون إلا المطلوب كلا طلبية بها كناية لو طلبية نسبة نسبة إليها على واحد نرى كناية سد حد ما بيد بالو طلبة صفة لو طلبة هو تياد لو سوشي أو قريبة يبعيد وقيبي إيوه إثبات لو طلبة إثبات صفة لموصوف صفة الموصوف كذا لو سويه إثبات أمر لأمر وياه لو طلبة labadaas uu sheegay asagu muxuu aha waxa kale lagu dalbi karaa mawsuufka laftiisa in lagu dalbana waa suuuda muuse sheegay hadaba ithbaat in lagu dalbaa dhici karta sifadi lafteeda waa la sheegaya sifadi fulaan inay u sugan tahay ayaa la kiraayoonayaayo inay fulaan u sugan tahay toos looma sheegayo sida ay u jeedaa laakiin sifadi waa sheegan tahay way ma ayay kuuna inuu yahay al madrubu kal lagu dalbayo biha kiraayada lagu dalbayo nisbatu nisba inay tahay nisba muxuu u jeedaa ay ithbaatu amrin amr la sugayo li amrin arin loo sugayo aw nafyuhu arinki in la anfinayo anu arinki kale laga anfinayo nahwi nasabahata wal muru'ata wan nada fi qubbatin durbiyat ala ibn al hashraji in samahata قف نمضة إن سماحة يعني ضد نمضة أما واحد بحنتة وأن الدابة يسكون معنا النغضة إن سماحة واحد بحنتة أما عافين بضني ذا يوال مروءة ضد نمضة قف نمضة يوال نداء واحد بحنتة في قبة تين لا يكون أحجران تين هذا أو ضربة الغلسي على ابن الحشرجي ابن الحشر الغلسي يعني هو لي هاي سد أحدان تلمان وسماح هذا هو أما واحد بحين الله وضع يدق سينما أما اللي وضع عافين وندك عافين أيه كو أيه مروءة رجولية ده مروءة ده ضد نماذا أيه دق سينما ده واحد بحين تسد حذني وحيكون راح جيران قبض ابن الحشر كل شيء سلمون السين واحد لقى كنايون أيه واحد لقى كنايون واحد لقى كنايون أيه كلا جرو واحد لقى كنايون أيه سيفوين كني ابن الحشرج با اسكال ان لي هذا ابن الحشرج وان سماحد له وان محوها فجوليه يا مروء له وان دقسي سيفوين كان اسغا سي توس لوس لوغو سوو ايا لغا كنايون اثبات كو وخا لغا كنايون اي غرو سوغيدي لو سوغ وايو سيفوين كو شيغان يي ابن الحشرج دو شيغان يي لبدا بنت كنايه ما ee wax la kinaayoonayo waa isbaas sugida loo sugeeyaa laga kinaayoonaya waa yahay waayo qubadan ibn hashraj loo dhisay uu ku guday jiro saddexdan arimooda ku jira hadii la yiraahdo
waxay kinaaya ka tahay oo markii la garanaya sifooyinka asaga leh in loo jeedo ila sifadu sideeda ba mawsuuf laan meel isba tagto sifad gooni u taagan deeqsinimo kaliya lugayn iyo socoto ma jirto laazim mawsuuf bay ku sifaysan tahay hadaba qubadii asaga u lahay ee ku dhex jiray ku dhex jiraan hadii la yiraahdo de asaga ku sifaysan weey macnihi إن سماحة عفنت يوال مرؤة قفن ماذا مرؤة بفسرية كمال الرجولية رغن ماذا لما يسترن كيدوي يعني مرؤة دي سيدة دبا من المرء بالغة كيني مرئنا واقفك المرؤة واقفن ماذا وضدن ماذا ضدن ماذا نوحا وي ضدك أمثاش هذا أقول أمتك رغن كودا وإن هذا كهوسبعين أو رغن كودا وإن هذا لا رغن تاي كاسا مرؤة لي هذا dagan kooda hadda ka hoos dhacdo khalas wadad dadkiina isku dhaqan ma waxa laga yaaba fulan wax sharaf wa fulan aabna ay ku tahay waxa dhici kara wey fulan wax u banaa fulan uma banaa waxa dhici kara wey dad ninka de caalimka waxyaaba aan ka suroobi karin hadii lagu arkana uu sharaf dhacayo ayaa ciyaala suuqa ka suroobi kara soo baa suumid ma labadii qof oo isla dhashay yaa qofka waxa ka suroobi qofkana waxa ka suroobi karin ninka madaxweynaha waxaan ka suroobi karayna raciyada ka suroobi karaya saxiix marka qofka dadka amsaashiisa raya dumar isku dooraan noqdo dadka amsaashiisa waxa ka suroobi kara waa inuu san hoos uga dhacay muruada taas loo jeedaa marka rujuuliyu ku fasiray asagu rujuuliyu marka la yiraahdo ragga u khaas ma aha oo horta sideedaba rajulu lafdigan lafdigan rajuluna rajul ragga loo yaqaan لكن أسلو لغيس رقمه قف بوها رجل وقف إسلام رجولة لا ليرة هذا لا دوره رجولة قف تي واي هي رجل نك لكن واحد إذا من رجل نك باب اللوية قانا وكاد بيت بجري حتى خدرك وقرا يو إنسان بالله مدا إنسان قفك إنسانة هؤلاء يدي تاوى لغدرا هذا لا دوره أحساس أجري إن سماحة عفنت يوال مرؤة قفن ماذا يوال نداء وحبين نداء ونون تكرني هذا هو صلي رواق ونغن نداء ورواقي ندانا وحبين تي والنداء وحبين تي أيال إعضاء وحبين تي في قبة قبة تحت هذا يكسو غيه قبة أو ضربة الغول لسي على ابن الحشرجي أميركي ابن الحشر اللي يجي ردوشي سالغول لسي فهذا الكلام هذا الكني كناية وحبين الكيه كناية كيه سرباب وحكيه هي عن ثبوت هذه الصفات سفوين كسبنان شهود سفوين الثلاثة سد أحضاهي له ابن حشر وسبناني عن ثبوت هذه الصفات الثلاثة محطاء قدري إلا وحي هاي عددك من ثلاثة لقب الله إلى تسعة عكس القياس مكسعود مذكر قال له تأريثي أبو أنث كان ولو سبعين تعال قدري هذه الثلاثة مسألة فائدة عددك مركة مذكر يا مؤنث رمي يا شاكد اللي ايقيو ومركة معدودك اون نقضه تمييز معدودك وينو تمييزي هاي كدن بايو تمييزك مركة على الله إضافيو اما من هالوجرو اما منصوبها اهو سيدو دون هنو مركو تمييزي الدين ديه لها دين ثلاثة صفات اللي الى هذا واجب لها ثلاثة صفات ما يبناناتين لكن هدون نقضه معدودك كلا ترين ايو هدو كهر مرو عددك أما محذوف بقويه عن محذوها أما سكلم وعرابي فاعل يوحل مدى قويه مذكر يا مؤنث لما يوحلو إيجي ماي عدد كبير يسمى طاوال يسكن قلنا دي لدونا دي لدونا ولا قد أين يوكا سلا وفاد كناية وحو كناية يا سربابك يا عن ثبوت هذه الصفات السفوين كالثلاثة السد حداء سقنان شهد له ابن حشر يقول سقنيه لابن حشر فإن هذا الشاعر قبياقني أراد وحو دوني أن يثبت إنه سيبو هذه الصفات سيبو إنك إنه أسيبو له ابن الحشري فتركه وكتغي التصريح عدين بذلك إثباتك إنه عدين أن يكتغي بأن يقول إنه يلاهدو أن يكتغي هذه الصفات سيبو إنك ثبتت وحي أسيبنا تلبن الحشري إنه يلاهدو وكتغي مثل ومثل لك مثل وكو مثال لي إلى كناية كناية نقول لحدة بأن جعل وإنه كيالي ها سيبو إنك بأن جعل وخبر متدك حثيه وذلك كناية حاصلة وحي كسوره دي بأن جعل إنه كيالي ها سفوين كني في قبة من كسوة وبضع مضروبة لغض النسي عليه ابن الحشري لأنه شأن وحي هي إذا أثبت هذه الله سوى الشيء والشيء في مكان الرجل نين ماشي هذه الله سوى إيه وحيزه حرديس هذه الله سوى حيز ويأدو أشيطان تايد
وحيزه حرديسي هذه اللوسو هذه شيء لوسو فقد أثبت والله سوى سفداسي لا يوقفك اللوسو. ومن ذلك وحكب ذا قولهم هذا الكودي أي الهدين المجد شرفتي بين ثوبيه لبدي سمر تحضر ضيق سوانته المجد بين ثوبيه لبدي سمر نحض وضع يمجد يشرفت أي كسوان تاي والكرام الدغدة بين برديه لبدي يسبق أما لبدي يسمع عيوش نحض وضع كسوان تاي أسأل الله سبحانه حيث ترك وحلقته التصريح عدين بثبوت المجد شرف الله سبحانه والكرام إلى روح الله سبحانه يلقى اللحظة إلى الكناية تبار الله اللحظة كناية عن ذلك إثباتك لك كنايونه بأن جعل وإن ليه ما كي ذكر الله شيء مجدي يا كرمك وياني بين ثوبه وبرديه لبدي يسمى رأيه لبدي يسمى عوز نحض وضع إن الله يهلي وعاكم إذا إبن القيس قبل يقيسيها معلقة إذا كمتكاها وتضحي فتيت المسك فوق فراشها أنه مضحى لم تنطق عن تفضل قبر بأماني عليه زي يمر وبحيا مرة فاطم وغير هذا وتضحي فتيت المسك تضحي ويبرق ميسني فتيت المسك مسك جوجو إيسي يا فوق فراشها جوشي إذا كرك كبريسني يا كوا بريسني يعني قبل وتقولها نعم الضحى ومحل شيت هي قبل نعم الضحى مد برق هرد هرد بروها كلها برق كيس كهرد لم تنطق مد ديار قب ما دحرته أنت فضول ديار جرو أيش هول ديار جرو ما دحرته يعني وحوج إلى منعمة مخدومة بها ولو أديجا يدم أديكتو ويا إسلام تدل لو أديجا يعني أرورتي إنك عضوة موت يدبك شدو marka wuxuu ka kinaayoonaya gabadhani maqduuma inay tahay goolo adeego oo inay iyadu shaqeyso ayan u baahneen wuxuu marka ku kinaayooday naumud duha sifadan waliba amthilatu mubalagha ila fa'ulu amthilatu mubalagha fa'alu aw mif'alu aw fa'ulu wakiya wa naumud duha mid hurda hurda barqin hurda badan way kula barqin oo dhaw isku hurda ila dhuhr laga aadama isku hurda maxaa dhacay دي شقوق ما بعنا والله شقينا يخو ذوك كنايونا يا وكا مركلة سجلفتيسة سواء إسلام وجودين يو يا وعي ولي هاي أكلت دما إن لم أروح إلى إن لم أروحك بالضرة بعيدة وهو القرطي طيبة النشر سواء في ليا أكلت دما كلها ديق عن عنق يعني ولالك يقلو أنت اللي دلو أن ديدي سقاط وجيده ديدي بوديك كنايونا إلاب أروح كي هدانا نكون أرجع كحني بضرة إسلام كل سو بورسو إلا ضرة إسلام دي ليل بورسو إسلام تاسو بعيدة محل شايد جوا كنا بعيدة مهول القرط كلها بالك أي دكت الجشني ما شو كنا عيو أي دير تاي ويلقون دير تين ويرهدو الدنيا بعيدة مهول القرط طيبة تونا شريه يود كي سنة ولله الله يوسف نادي الحمد أمان على الابتداء باللوم والاختتام ضباطك والصلاة والسلام نحرسي أن متقلينا على خاتم أنبياء الله أنبياء الله كي لو خاتم دوشي هذا الكرام أنبياء ونوانا كسنا عليهم أنبياء دوشو هذا يو على آلهم ألقوا دوشو هذا الصلاة والسلام انتهى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.